ايدي كافي ايوه من الصبح ليه هسه بس تبكين هاشي هاي الله بالله نبيكم وابوكم داكم علي وانا مبتلية لا هاي هي ديرا سكتي سكتي كافي عاد شنو هاي ارد اخابر كافي صوت خير ليش تبكي يا معلومة غالي اذا انا غلط جبس مالتي يطبك مرض التفاهي واخذوا الجبس منك وبعدين هو من خارج يعني واذا اخذ الجبس منك روح اشتري غيره كفى عاد ترى مللتوني جزعتوني حياتي بس تونوني من الصبح لهسه يا انت ويا اختك كافي راح اقوم اخابر اي واحد من عندكم ما يجيب وراي ماشي استغفر الله بابا. هلا بابا شلونك؟ زين يا بابا خلنا نروح وياك البيت الدين لان اولاد خالك يكتلون بي اولاد خالك يكتلون بيك؟ اي بابا ممكن ترجعهم معنا مدنا نرجع لبيتنا؟ حبيبي انا من الزواج اخذكم وياي وهك هاي فلوس وروح للبيت ودير بالك على اختك لان دولة ولد خالك خبثاء يطقوها تمام؟ ولك حمزة تعال اقول لك ايش قال لك ابو بعد على سوالف هاي المكسرة لو بطلهن يما لا تجينا على ابو قدام اصدقائي يقوموا يتعايرون بيها ويقول ابوكم تابيكم بالشارع شو كذيب هسه ابوك ايش قال احكي يما ابوي يقول من الزواج اخذكم وياي البيت الجديد يعني راح يتزوج ايه الف مبروك قل له دمر حياتي بسبب سوالف اهله ومشاكلهم ومشاكل 24 ساعة كامش الموبايل وهسه ذبكم علي إذا ما أتزوج وذبكم علي فما أطلع أنا همسة أقهره قبل ما يقهرني يلا يلا بابا همسة عيب تحكين هذا الحكي شلون تحكين على زوجك قدام أطفالك زوجك من عائلة طيبة وخوش وادم وناس معروفين والشي الثاني أنت خربت العلاقة على شي تافه وما يسوى بويا ما عليك انا راح اتزوج ابن عمي وفوق مرتي عسى ما اقعد بالشارع وياه وبعنا ما تكرر ذكر الله بويا ذكر الله يا عيني هذا الحكي ما يصير ترى والله لان انت مطلقه انا احترمك وما اريد اضغط عليك بالكلام دي خبر زوجك وبكت الله يهديكم وترجعون مثل قبل يا عيني تريدنا ارجع له مو يابي باكر عقبه شو يقول ذلت نفسها ورجعت لي همسه لا انا راح اتزوج وجهاله اذبهم علي تعال رجع الكرام والله يا بابا ما اعرف شو احكي لك استغفر الله ما منو اني همزين شرفت هاي الامانه هسه وصلتك جهالك يمك مثل ما انت تريد تتزوج انا همي لي الحق واريد اتزوج واشوف حياتي مو حاطنا مربيه جهالك ولك همسه طلقتك من ورا هذا لسانك وما تبتي بعد تشوف فكاهتك شنو السالفه معودين صدق كذي صوتكم ما صار السابع جار والله عيب وفشل من العالم شو تقول علي انا همسه شنو السالفه كرار يعني انتم اذا مو قدر المسؤوليه شكو عرس ما عرس من البدايه وهاي الاطفال شنو ذنبها هسه بالله كريم سوى حد لاخوك اخوك يريد يتزوج شنو هاني مخليني مربيه ويريد يذب الجهال علي همسه اخذ اطفالك وانا بعدين اتفاهم وياك يلا روحي اخذ اطفالك هسه وروح تعال اطلب جوا يلا كافي من عالم بالله صدق كذي شنو حكي هذا طيب ماما طيني الجهاز خلي اخابر ابوك الشفيه شوفه وين الو ها قرار شلونك اقول لك عيني كرار تعال على الشارع اخذ جهالك اريد اروح للطبيب ايه واذا تاخرت ابقيهم على الشارع يلا ماشي ايه هسه باي
يلا ذاك ابوكم وروحوا له. هذا كله بسببك اخي.